قلت لي حنا عيب حتى الذكره فالاحرى انك تقرا والدري كيمشي للمدرسه والاستاذ هذا اللي غادي يقرر شي بدا واش يقبل هو اصلا لان اصلا انا كنت في التعليم انا رفض انني ندرس الدراري هادشي المثليه. هذا الموضوع اول مره نسمعه الصراحه، ما كانش عندي عليه فكره. والمثليه هما اصلا شحال هذيك كتروج هاد الامور، يعني ماشي الله دابا ولا، يعني هادشي كان من عهد الجاهليه. كتاب يدعو للمثليه، نرجو من المغاربه وبقلب حار وذامي ان يعوا هذا الامر الخطير، فهو لا يبشر بالخير، يزعزع مكونات الاسره والثقافه، يزعزع الاستقرار النفسي للاطفال. شكون هذا اللي غادي يقبل ان ولده يقرا على المثليه وعلى انه يختار يكون راجل او امراه او لين هادشي اللي وقع في اوروبا في فرنسا مثلا حاليا، وقع في كندا، وقع في مجموعه ديال الدول الغربيه، هذيك ثقافتهم هما كيشجعوا على هادشي، ولكن حنايا يستحيل ان مغربي يقبل هادشي، لان لا قبلوا لولده الا وهو اصلا راه مستعد يكون غير طبيعي. لا، هادشي خصو يوقفوا عليه ناس ديال الجهات المختصة، خصها تهتم بهذا المجال، لأن بحال هاد الأمور راه اللي كتسرب المجتمع راه صعيب يعني الإنسان خاصة الناشئة. نتمنى زعما هاد القضية ربما تكون غير إشاعة، هادشي راه قريناه، عندنا شفتو هادشي في التواصل الاجتماعي كاين بواحد الكثرة اللي بصيرتو هاد الأسبوعين، كنتمنى زعما تكون هاد القضية تكون إشاعة زعما بالنسبة للمسؤولين ديالنا الوزارة التربية الوطنية، زعما ما كنظنش غيكون شي قبول، كنتمنى زعما ما تكونش. يوجد في أوروبا بشكل عادي وتروج له الدول الأوروبية، لكن في بلدنا الحبيب وتحت غطاء الإسلام والثقافة الدينية وأصولنا يجب على المغاربة عامة أن يعوا هذا الأمر، ليس بالهين. المثالية كتبقى عندي أنا غير شي حاجة اللي ربما شي حاجة تافهة كنعقل عليها أنا من الستينات السبعينات، كنهضروا على هذه المثاليه، ربما دابا يمكن تنقول عندها واحد الصاده شويه على هذه الوسائل ديال سميتو اللي ولا عندها صاده، اما راه كانت من القديم الزمان. صراحه هادشي ما خصوش يكون لان بحكم الدراري الصغار خصهم يتنشؤوا على تربيه دينيه، يعني خصنا نعلموهم المبادئ ديال الدين ماشي المبادئ ديال المثليه.